موجة صاخبة من التظاهرات تجتاح إيران، رجال ونساء وطلاب في وجه قوات الأمن منذ وفاة مهسا أميني في 16 من سبتمبر الفائت، لتدخل الاضطرابات أسبوعها الرابع في أحد أجراء التحديات منذ ثورة عام 1979. ولكن ما الذي أشعل غضب الشعب الإيراني؟ وما الذي يحدث بالفعل؟ السلطات تشن حملات قمع مميتة، وهو ما أظهرته مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. بحسب وكالة رويترز، شاحنات تنقل دبابات إلى مناطق كردية، حيث كانت التوترات عالية بالنظر إلى الخلفية العرقية لأميني. كما أفادت منظمة هنغاو لحقوق الإنسان عن صراع حاد بين المحتجين وقوات الأمن، ووفقاً لرويترز قتل في التظاهرات ما لا يقل عن 185 شخصاً، بينهم 19 قاصراً، وأصيب المئات مقابل مقتل أكثر من 20 فرداً من قوات الأمن. كما اعتقلت قوات الأمن الآلاف، ولم تسلم من الاعتقال ابنة الرئيس الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني منذ 27 من سبتمبر أيلول الفائت في طهران. اتهمت بايزة هاشمي النائبة السابقة والناشطة في مجال حقوق المرأة بالتواطؤ وتعطيل النظام العام والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية. وفي تصعيد جديد للأزمة، اتسعت الإضرابات لتشمل منشآت الطاقة جنوبي غرب إيران، حيث احتج العمال في مصفاة نفط عبدان كانغان ومصنع بوشهر للبتروكيماويات. لكن العمال هذه المرة كانوا غاضبين من الخلاف على الأجور وليس على وفاة أميني. وهكذا تحولت المظاهرات النسوية ضد قانون الحجاب والعفة إلى مزيج من الاحتجاجات والإضرابات من قبل عمال النفط والتجار. الحكومة الإيرانية بدورها قامت بحظر خدمات الإنترنت منذ يوم الخميس 22 من سبتمبر الفائت لإعاقة التواصل بين المتظاهرين في المدن التي بلغ عددها 50 مدينة كبيرة وصغيرة بحسب وكالات الأخبار الدولية، ولإنهاء عمليات التعبئة والتفاعلات ومشاركة مقاطع الفيديو والمنشورات التي تؤجج حالة الاحتقان الداخلي، وأيضاً لإعاقة وصول التطورات إلى الإعلام الدولي. فحملة القمع العنيفة التي تشنها السلطات على المحتجين دفعت بعض الدول الغربية إلى فرض مزيد من العقوبات على إيران، ما أثار توترات دبلوماسية مع القوى العالمية في وقت توقفت فيه محادثات إحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015. لكن الاشتباكات في تصاعد مستمر بين المتظاهرين وقوات الأمن في جميع أنحاء إيران. فهل ما يحدث بداية ثورة جديدة؟ شاركونا آراءكم. إذا أعجبك الفيديو اشترك معنا وفعل الإشعارات كي يصلك كل جديد.